يقول لك تعنفني زريبة في الملام على الإقدام في يوم الجحان، تخاف علي أن ألقى حمامي بضرب الرمح أو طعن الحسام، مكان ليس يقبله كرام ولا يرضى به إلا اللئام، يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر قام، وأتي الموت طفلا في مهود ويلقى حتفه قبل الحطام، فلا ترضى بمنكسة وذل ولا تقبل قليل من الحطام، فعيشك تحت ظل العز يوما ولا تحت المذلة ألف عام، ستندم إذ رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظا ولا زجرا كأنك من جمادي، فإن المال الذي تقتنيه فإنك فيه معكوس المرادي، وتب مما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زادا وأنت بغير زادي؟ لك إذا كشف الزمان لك القناعة ومد إليك شرف الدهر باعة، فلا تخشى المنية واقتحمها ودافع ما استطعت لها دفاعا، ولا تختر فراشا من حرير ولا تبق المنازل والبقاعة، وحولك نسوة يندبن حزنا ويهتكن البراكع واللفاعة، يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جست كفك والذراعة، ولو عرف الطبيب دواء داء ترد الموت ما قاس النزاع، وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعة، أقمنا بالذواب لسوق حرب وسيرنا النفوس لها متاعة، حصاني كان دلا للمنايا فخاض غمارها وشرى وباعة، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداعة، أنا العلمجي الذي قطعت فقد عهيمتني فدع السماعة، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السماعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعة، إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا، نفت عنها الخميس لصب ماء فورد خدها فرط الحياء، وقابلت الهواء وقد تعرض بمعتدل أرفت من الفداء، فلما أنقضت وطرا وهمت على عجل لتأخذ الرداء، رأت شخص الركيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء، فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يجري تحت ماء، فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما تكون من النساء. Thank you.